عودة لكم مشاهدينا من جديد، عودة إلى متابعة سابقة أيضا برفقة الدكتور منصور بن سلطان الطوقي مدير عام مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والتربيه للحديث عن الشباب العماني ودوره في التنمية الوطنية في السلطنة. أرحب بك من جديد دكتور، مباشرة نريد أن نتحدث عن الصروح الثقافية والرياضية والشباب وهذه المجمعات أيضا، كيف تعكس المكانة التي يحظاها الشباب في هذا الوطن؟ طبعا باني النهضة المباركة رحمه الله جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كان له عناية كبيرة جدا للشباب على كل المستويات. طبعا بداية بدأ بالمؤسسات وتم تكوين لوزارة في التربية والتعليم في البداية، المؤسسات الخاصة بالأندية، ومن ثم وزارة الشؤون الرياضية، ومؤخرا تم تحويلها إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب. فهذه المؤسسات كان لها دور كبير في تنمية الشباب في كل المجالات، سواء المجال الرياضي، المجال الثقافي، المجال الفني. فجلال السلطان وضع الأساس لتنمية الشباب في كل قطاعات المجتمع. لعل آخر الصروح الشبابية التي تفضل بها مولانا جلال السلطان طيب الله ثراه وقدمه كهدية للمجتمع في محافظة ظفار، ألا وهي مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وكانت نظرة شمولية من لجنة جلالته للشاب العماني، بحيث يجمع بين الثقافة والترفيه وبين الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية المختلفة في مبنى واحد، ويعتبر هذا المبنى من أرقى المباني الشبابية على مستوى الشرق الأوسط، بحيث أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث أن المبنى من الخارج تراه يحمل التقاليد العمانية والفن المعماري العماني، ولما تدخل للداخل تلاقي التنوع في الأنشطة المختلفة، حيث أن هذا المجمع يحتوي على 28 مرفقا مختلفا، من مرافق من المكتبة، مكتبة الأطفال، المسرح، المختبرات للحاسب الآلي، بالإضافة إلى المراسم المختلفة، وأيضا في ملاعب داخلية رياضية وملاعب خارجية. فكان هذا المكرمة الأخيرة التي تقدم أكرم بها جلال السلطان للمجتمع ولشباب المحافظة من أفضل الهدايا التي سوف تساهم في بناء جيل واعي بفنونه وثقافته المختلفة، وجيل ينمي الإبداع والابتكار من خلال المشاركة في الأنشطة والبرامج المختلفة في المجمع. بدون أدنى شك نحن شاكرين لك هذا الانضمام اليوم للحديث أيضا عن الشباب العماني، ونريد أيضا أن نختم هذا الحديث بمكونات مجمع الشباب أيضا في صلالة على وجه التحديد، والدور الحيوي الذي يقدمه لأبناء المحافظة. نعم، طبعا الهدف الأساسي من إيجاد هذا المجمع في محافظة ظفار كان بحيث أنه يكون يلعب دور المنارة ومكان الملتقى للشباب في المحافظة. كما تعلمون عدد الأنشطة التي كان يمارسها المجتمع عدد قليل، تتماشى مع يعني بعض الفرص المتاحة في الأندية المختلفة. لذلك تم تكوين المجمع بحيث يشمل الجانب الثقافي وأيضا الجانب الترفيهي والجانب الرياضي. فالمجمع مثل ما أسلفت سابقا أنه ليس مكان فقط للشباب وحدهم، بل للأسرة العمانية، بحيث أنه الكل يجد التنوع في الأنشطة. فمن يحب العلم ومن يحب مثلا الشعر وأيضا المسرح والفنون المختلفة، فهناك مرافق موجودة في هذا المجمع تشمل هذه الأنشطة كلها. لمحبي الرياضة هناك تنوع كبير من الأنشطة الرياضية، على سبيل المثال عندنا الصالة الداخلية ممكن يمارس فيها
سبع لعبات مختلفة، المرافق الخارجية في كرة القدم والهوكي والسباحة، بالإضافة إلى الألعاب الشاطئية كلها متاحة، بحيث أنه مجمع سلطان قابوس شمل العديد من المرافق حتى يتيح للشاب العماني اختيار لنوع النشاط الذي يمارسه. فالإبداع والابتكار ما ممكن يكون في مجالات محددة، ولكن المجمع أعطى مجالات كثيرة للشاب العماني لكي يبدع ويبتكر فيها إن شاء الله. بإذن الله تعالى من خلال جهودكم ما تقدمونها أيضا في داخل هذه المجمعات الشبابية. شكرا لك على انضمامك معنا من صلالة، على وجه التحديد دكتور منصور بن سلطان الطوقي، مدير عام مجمع السلطان قابوس الشبابي للترفيه وللثقافة والترفيه. شكرا جزيلا. وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، وقلوبنا وأفئدتنا تلهج بالدعاء، روح وريحان وجنة نعيم على والدنا السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. ماضونا على العهد بكل عزم وكل حزم لمواصلة البناء في عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليلة، أجمل التحايا منا كفريق عمل ومخرجنا إبراهيم الزجالي. إلى اللقاء.